هاي جايز، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعافيه يا رب العالمين، وجمعه مباركه. انا صافا الحمد لله يا ربي. جيتكم بهذا الفيديو كالعاده والمعتاد، خفيفه قصيره، نحكي فيها ريفيو على هذا بديل الزيت من لامارك دونا باولا. نورمالمون سمعت بهذا لامارك بيسك دارت ضجه كبيره ونعتوها بزاف لي انستغرامرز والى غير ذلك. دونك فيها لي كريم ايدراتون تاع الفيزاج تاع لي ما الشامبوان، فيها هذاني لا بري شامبو ولا لويل اكسترا اوردينير بالاصح. دونك رومبلاسون ان ويل رومبلاسون، في عوض الزيت نحطو هاد لا كريم. دونك هي فيها هاد العبوه 260 ml، وخاصه بالشعر الجاف والمتقصف. يعني انا شعري شويه جاف دونك قلت نستعملها ونشوفو. دونك لي شوفو فريزي تاني يعني متجعدين. هي ماركه جزائريه، مكتوب لهنا الاستعمال تاعها. عندنا دونك ثلاث خيارات. الخيار الاول نستعملوها كماسك للشعر، يعني قبل ما ندوشو نستعملوها، نحطو لاكريم هذه في شعرنا ونخلوها الوقت اللي نحبو، ومن بعدك ندوشو عادي. الخيار الثاني احنا في الدوش نستعملوها كما ابخي شامبوان، يعني نحطوها بعد شامبو ومن بعد نشلوه بالماء. سينو الخيار الثالث نستعملوها بعد غسل الشعر بشامبو وبشامبوان، وبعد ما نشللناه نحطو على الشعر تاعنا ونشيحوه. دونك قلت لكم هي العبوه شويه كبيره، يعني لبست بها الحجم تاعها وجاي نفتح لكم شوفوا شويه التكستور تاعها. دونك ما جايش بزاف انتونس، يعني خفيفه. انا كنت سيتها مليح، يعني ربع خطرات نغسل بها هكا باش نقدر نعطيكم كما راكم تشوفوا، باش نقدر نعطيكم يعني ما جايش بزاف انتونس، خفيفه شويه. هاهي نشترك الصفحه باش تبان لكم شويه. هكذا دونك خفيفه بارابور لي لي ابري شامبوان لي نستعملو ولا بديل الزيت. دونك ريحتها صراحه انا ما عجبتنيش الريحه تاعها، ما عندها حتى ريحه تقريبا، يعني ما عندهاش ريحه مليحه ولا يعني تريح ريحه ما عنباليش كيفاه، رائحه غريبه. يعني انا كنت غسلت بهاد الشامبوان تاع هيد اند شولدرز، الرائحه تاعو ما شاء الله، يعني يخلي الشعر يريح مليح، لكن كي نحط هذه هي موراها نحس بلي عنباليش هذيك الريحه راحت على الشامبوان، وبقات هذه الريحه اللي ما فهمتهاش كيفاه دايره. دونك هذه من حيث الرائحه. من حيث الترطيب انا استعملتها بعد الاستحمام، ما لقيت حتى مفعول عليها، يعني عادي وكاني لم اضع شيئا في شعري. زدت استعملتها مره خلاف كابخي شامبوان، هنا حسيت بفرق، حسيت باللي شعري رطب شويه شويه برك، ماشي حاجه كبيره، يعني حسيت بنعومه في شعري كي استعملتها كما ابخي شامبوان. سينو السعر تاعها يدير 65000، يعني مقارنة بالسعر تاعها كاين منتوجات واحد اخرين السعر تاعهم اقل من هكا وعندهم فعالية خير من هذه. دونك انا هذه بيد اللي عما حاش نزيد نحاول نشريها، لانه ما عطاتنيش نتيجة كبيرة ولا يعني منتوج ما عجبنيش صراحة، نتأسف لشي هذا ما عجبتنيش بزاف، دونك ماشي حاجة كبيرة. دونك سينو نستعمل الزيت افضل وبسومة رخيصة. هذه هي قلت لكم، قلت لكم هاد دونا باولا لويل اكسترا اوردينير، ما حاش نزيد نعاود نشريه. دونك انا ما خرجتش على شعري، دونك كل وحده كيفاش. حسيت بلي يعني ما كاش ترطيبها، وفعلا كما كتب لك لهنا ولا نقص هذيك التقصف هذاك، ما كان حتى تغير. ولاحظت حاجه ما باليش، لاحظت بلي الشعر يعني ولا يتساقط لي بزاف، يعني هو يعني يتساقط شويه كي استعملت هدية. دونك ولا يتساقط، يعني لاحظتو بارابور قبل وبعد زاد التساقط تاعو، ما باليش اسكو منها من ما باليش. هذه هي
هذا هو الريفيو تاعي تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا معايا ولو بالقليل. اي اسئله، اي استفسار، اي تعليق جميل تركوه لي في تحت في التعليقات. نشكركم، ان شاء الله يكون خفيف عليكم. نشكركم على الدعم تاعكم، الاشتراكات تاعكم. تهلاو في رواحكم، الى الملتقى باذن الله.